ينضم معنا بشان الموضوع من غزة عنتابة تركيا سيد حافظ قرقوط الكاتب والمحلل السياسي السوري. أستاذ حافظ مرحبا بك، كيف تقرأ استمرار تقدم النظام في مناطق المعارضة بريفي إدلب وحماة آخر معاقل المعارضة السورية؟ تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. يعني أتوقع كل الأحوال كافة الصفقات اللي جرت مع الإيرانيين والروس لحد الآن ما أثبتت نجاعات على الأرض، حتى يعني في مناطق غوطة دمشق نفس الموضوع. الروس ليس ضامن، هم جزء من الحرب، والإيرانيين يعني المنطقة التي يتم فيها القتال الآن في مناطق إدلب حقيقة ليس النظام، النظام هو يعني تابع أصبح للميليشيات الإيرانية التي تقاتل في تلك المنطقة، والتوضيح أكثر أيضا بالتعاون والتنسيق مع تنظيم داعش في تلك المنطقة. يعني كل ذلك القصص تنظيم داعش من ينظر إلى الخارطة السورية موجود إلى الشرق من تلك المناطق، وهو يتقدم أيضا على حساب المعارضة، والمعارضة موضوعها في عدة يعني أمور في حرج حقيقة، من هنا تنظيم داعش، ومن هنا الروس في الجو، وميليشيات إيرانية على الأرض، وحصار للمدنيين. الإشكالية الآن على الأرض حقيقة أكثر من هذا القتال هو المدنيين، عشرات ألاف الناس رحلت من مناطق مختلفة. ما يريد أي حرب في أي مكان من العالم في أي بقعة جغرافية هي المدنيين، لذلك هذا القتال يعني يخلو حتى من الأخلاق الإنسانية والدولية والمواثيق التي تمت ليس فقط في أستانة أو غيرها. هذا السقوط المفاجئ لريف إدلب الجنوبي وخصوصا سنجار ألا يثير شكوكا حول المعارضة المسلحة وهيئة تحرير الشام في القبول بهذا الوضع؟ يعني بكل الأحوال كثير من السوريين الآن ما عاد يهتموا تسميات تلك الفصائل الموجودة على الأرض أكثر ما اهتمامنا بالمدنيين، وكأنه أصبح واضحا لبقية الشعب السوري بأن الحرب على الأرض لم تعد تعني الشعب السوري، هي عبارة عن ميليشيات وتجاذبات دولية لا علاقة لا للشعب السوري ولا لمستقبل الشعب السوري. يعني ماذا تعني بلدة مثل سنجار كان فيها عدة آلاف من اللاجئين من مناطق أخرى الآن الهجوم عليها؟ على جميع الأحوال حتى يعني إذا نحكي عسكريا سنجار لم تسقط حتى الآن، سنجار هنالك معارك بجوارها، لكن السؤال الذي تفضلت به ماذا يعني أن سقطت قرية في شمال سوريا أو في غرب سوريا وما زال رأس النظام؟ ماذا يقدم ذلك للشعب السوري وما زال رأس النظام قائم في دمشق ويقتل؟ أعتقد بأن هذه المعارك إن كانت لها تسميات هي مصالح دولية أكثر ما هي مصالح شعب سوري، ومن هنا المعيارية. نحن لم نعد نكتشف من الذي يقاتل على الأرض، لأنه لا يقاتل عن السوريين بل يعمل لتشريد السوريين، وهنالك دلائل الآن على الأرض تشريد جوع برد في هذا البرد القارش. هنا المعيارية الأخلاقية التي تكلمت عنها. طيب. والتي نبحث عنها بأن على الأقل حماية. أستاذ حافظ، الخارجية التركية استدعت السفير الروسي وكذلك استدعت الخارجية التركية السفير الإيراني اعتراضا على قصف النظام منطقة خفض التصعيد في إدلب. يعني إلى أي مدى تتوقع أن يكون هناك ربما خطوات أكثر حزما من تركيا؟ يعني لا أستطيع أن أقدر ما هو الخطوات القادمة، لكن بجميع الأحوال يعني الحكومة التركية هي ضمنت المعارضة، وعلى الطرف الآخر أن يكون ضامن لخفض التوتر أو لوقف القتال. لكن أعتقد بأن من يقصد في تلك المناطق هو الطيران الروسي قبل طيران النظام، والضغط يجب أن يكون تجاه روسيا نفسها أن توقف هجماتها العدوانية على الأرض السورية، وأيضا الميليشيات الإيرانية. أنا أؤكد لك إذا سحبت الميليشيات الإيرانية لم يكن للنظام أي أثر، لا يستطيع النظام استعادة متر واحد على الأرض، لكن الإشكالية هي الدول الضامنة نفسها هي التي تقاتل. أعتقد أن تركيا الآن يعني التي ضمنت المعارضة، والمعارضة التزمت بشكل أو بآخر مع القرار التركي، هي التي حقيقة يجب أن تبحث عن مخرج ما لهذا النمردة الروسية. طيب، ماذا عن مصير الغوطة الشرقية؟ إلى أي مدى ترى أنها يعني مشمولة بهذا المخطط الروسي بعدما جرى في الغوطة الغربية التي يضحى معظمها بيد النظام والميليشيات الإيرانية؟ يعني هي الأساس الضغط على المدنيين بمكاسب جغرافية على الأرض، حتى من أيام اتفاقات أحياء حلب واتفاقات جوار حمص، هي حقيقة يستهدف الطيران الروسي والإيرانيين المدنيين، المساكن، المدارس، المشافي، كل ما يلزم، الأسواق، لتضغط على الفصائل الانتحاب. يعني أحيانا نقدر في الدقيقة الواحدة عشرات القذائف تنزل في نقطة واحدة، حرب منفلتة نهائيا من الأخلاق المدنية. أعتقد بأن إن كان الغوطة ولا حتى ما حصل في جنوب العاصمة دمشق أيضا على امتداد خط سنيترا، ولا حتى مستقبلا وسابقا في درعا، كل الأحوال جميع الجبهات
لها نفس المعيارية، الروس والإيرانيون ونظام الأسد يضغطون على المعارضة عن طريق استفزازهم للمدنيين، يعني لا يوجد شرف في القتال بأن يقاتل مقاتل لمقاتل، أو على العادة العربية القديمة فارس لفارس، هنالك غدر، هنالك ضغط، ترى المشاهد أمامك. طيب أخيرا أستاذ حافظ، يتم المساومة عليه، يعني بعد ما فرضه النظام من حلول عسكرية حاليا وما شاهدناه، يعني في هذا الإطار أي حل سياسي تبقى في مؤتمر سوتشي؟ لا أعتقد أنه ذلك حل سياسي للسوق، أولا لعدة معايير، منها داخلية أن معظم المعارضة حتى الآن لم ترغب بما فيها هي التنسيق التي كانت تعتبر يعني أطراف لها قبول دائما كافة الطروحات، حتى الآن لم تبدي حتى الآن موافقة على سوتشي، ما زالت الأمور معلقة أعتقد، ويفشل سوتشي إذا لم تذهب به المعارضة مهما قرروا أو غيرهم أو ادعت الجهات، فهذا واحد من الأوروبيين حتى الآن غير متشجعين لسوتشي، لأنه لا يمكن أن يعطى، وكلنا واضح في التصريحات الفرنسية والألمانية لا يمكن أن تعطى هذه الأرض الشرق المتوسطية للروس بهذه البساطة، ويحلوا حتى قواعدهم تكون آمنة بشكل أو بآخر، وحتى أبلاجمات على مطارح أظن أنها رسائل دولية. شكرا لك أستاذ حافظ قرقوط الكاتب والمحلل السياسي السوري، كنت معنا من مدينة غازي عنتاب التركية.